بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 6، سؤال 12، مهم جدا جدا جدا. بيجي على الشكل الآتي، بيبقى على شكل مخطط كده، كان بيجي السنوات اللي فاتت كتير. اسمه 1-بيوتين، هو مكتوب 1-بيوتين بس هي دكتورة بترسمه لكم وتطلع لك منه أسهم كتير وانتي تحلي. مهم جدا جدا، قلبي بيقول ان هو ممكن يجي. طيب اول حاجة، لو حطيت لك هيدروجين مع بلاتينيوم او نيكل او اي مادة، دي بتعمل اختزال، يعني كسر للربطة وادخال هيدروجين، يعني بتخليه كده تكسره وتدخل هيدروجين، تخليه المركب كده بدون روابط. اوكي طيب، لو حطيت لك بقى بروم، في 3 اشكال: بروم مع مية، بروم لوحده، بروم مع اتش بي ار. البرومين مع المية، هندخل المية بتدخل لك او اتش، والبروم هيدخل، يعني هيبقى شكله كده، مية هتدخل او اتش والبروم هيدخل على الطرف، مهم. لكن البروم لوحده مفيش ميه، مفيش او اتش، هيدخل لك الاتنين بي ار، واحده على الطرف وواحده تحت، تحت او فوق عادي براحتك على حسب انت رسمها. المهم اتنين، دخل لك اتنين، دي دخل واحده زائد واحده او اتش. طب لو اتش بي ار بقى، هيدخل اتش والبي ار، فبالتالي هيبقى كده، يبقى هنا مش على الطرف، هتبقى البي ار هنا، هو كسر الرابطه هنا ودخل لك البي ار هنا ودخل الهيدروجين هنا على الطرف، يعني ما بتتكتبش. اوكي دي تحفظ وصم يا جماعة الحاجات دي. اوكي هو دي، هي دي نفسها. طيب في بقى بعض الحاجات المقتطفة التانية، هيدروجين مع يود بدل اتش بي ار، اتش اي اختها، هنعمل كده بس بدل البروم هنحط اي. احيانا تكتب لك طب اتش سي ال اختها، نعمل كده نحط كلور، يبقى بنكسر الرابطة، نحط واحدة اتش على الطرف وكلور او يود على حسب اللي موجود. طب لو كتبت لك بقى في حاجتين، دايليوتد سلفوريك اسيد اللي هو حمض كبريتيك مخفف، دايليوتد يعني مخفف. اوكي دوت بيدخل لي ايه؟ بيكسر الرابطة وبيدخل لي او اس او 3 اتش، واحيانا بنكتبها من غير الاو دي، بس هي كاتباها كده في الواجب. انا هي كانت بتكتبها اس او 3 اتش او او اس 3 اتش اللي هو ده، يعني 4 اكسجينات اللي هي او 4 بس مكتبينها معكوسه، يبقى او اس او 3 اتش هي هي او 4 مكتوبه بشكل موزعينها. طيب ده لو دايليوتد، لكن لو كتبت لك فين 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 سالفوريك اسيد، اهو سالفوريك اسيد المفروض كونسنتريتد مركز في وجود ميه، بيدخل لي ايه غير دي؟ بيدخل لي او اتش واحده، يعني بيحضر لي الكحول، بس ده اسمه سكندري الكحول، يعني الكحول الكربون اللي ماسكه في الاو اتش ماسكه في كربونتين تانيين، عشان كده اسمه سكندري الكحول. مش مهم الاسم دلوقتي، بس ركزي ان يدخل لك او اتش بس، يبقى في فرق بين دي ودي، يبقى دي ودي تذاكر مع بعض البروم الثلاثه مع بعض. اوكي طيب هنا لو عطاكي، لو كتب لك بي اتش 3، هندخل او اتش بس على الطرف، على الطرف هنا، ده اسمه برايمري الكحول. طب لو ده كتب لك زئبق مع او اي سي او سي اللي هو الاسيتايل زئبق، او تي ومعاهم تي اتش اف اف، خلي بالك دي غير دي، دي باريوم هيدرايد، دي مع تي اتش اف، ديت زئبق مع تي اتش اف، وبعدين يحط لها صوديوم باريوم هيدرايد، هيحط حاجات كتير، هيطلع لك في الاخر الاو اتش في النص، كحول في النص، شبه دي، ذاكري دي مع دي نفسها، لكن اللي على الطرف اللي هو دي تحفظوها، هي حفظ ما فيهاش حاجه. لكن العامل المؤكسد اللي هو كتبت لك او اس او 4 على السهم، يبقى ده قوي، بيدخل 2 OH، هيدخلك او اتش واحده على الطرف وواحده هنا، يبقى الاو اتش تتذاكر مع بعض يا جماعه. طيب معلش هو الفيديو ده هيبقى طويل بس لازم، مهم جدا. البرمنجانات بقى بيحضر لي ايه؟ اكسده، على طول بيحضر لي ايه؟ الحمض. اوكي اللي هو ايه الحمض؟ اللي هو الدبل بوند هنا، هتبقى هنا دبل بوند او او اتش زائد سي او 2 زائد كربون دايكسيد، ده المهم، يطلع لي حمض. زائد عندي هنا لو كتب لك بقى اخر واحده الاو 3 الاوزون، الاوزوناليسيس بيطلع لي 2 الدهايد، الالدهايد اللي هو بنرسمه ازاي كده، كربونه دي او اتش اتش، هيطلع لك 1 الدهايد كده و1 الدهايد هنا سي دبل بوند او اتش، ماشي اللي هي دي، يبقى هيطلع لي 2 الدهايد الاوزونولوسيس. يا جماعه المساله دي مهمه، معلش هو المخطط كبير بس نحفظه نصمه، ده اهم حاجه عندي في شابتر 6.